السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. نشرت جريدة ميديا 24 في عنوانها: وزارة التربية والتعليم العالي لقد تجاوزنا انتاج 10 مليون قناع في اليوم. خلال جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية المنعقدة يوم 11 مايو في مجلس النواب، وهنا كانت تدخلاته الرئيسية، بحيث المغرب بدأ تصدير المعدات الطبية، وكان العرض قضية مهمة للغاية في بداء الاحتواء. قال الوزير أن من بين 34 مشروعا مبتكرا فقد أكملوا بنجاح تام، وتصل المشاريع المتوسطة الحجم إلى 10 ملايين درهم، بينما تتلقى الشركات الصغيرة جدا مبالغ تصل إلى 1.5 مليون درهم. وحتى الآن تم تسجيل 17 براءة اختراع جديدة على مستوى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. وأكد وزير الصحة اليوم خلال جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية المنعقدة يوم 11 مايو في مجلس النواب، وهنا كانت تدخلاته الرئيسية، بحيث المغرب بدأ تصدير المعدات الطبية، وكان العرض قضية مهمة للغاية في بداء الاحتواء، حيث كان المواطنون يتجهون بشكل كبير إلى متاجر المواد الغذائية، ولكن لم تكن لدينا مشاكل حتى خلال شهر رمضان المبارك. وبمجرد أن نتمكن من ضمان مخزون الأمان سنختار التصدير. كما يوضح حفيظ العالمي، لقد بدأنا في تصدير المعدات الطبية المصنوعة في المغرب، وهي المعاطف والبدلات والمعاطف الزائدة والأقنعة والأحذية الزائدة. وأكد أيضا أن المغرب يوجد به 23 مصنعا مسؤولين عن تصنيع الأقنعة غير المنسوجة، فلقد تجاوز الإنتاج اليومي 10 مليون قناع. وبما أن المغرب لديه مخزون استراتيجي ما بعد الاحتواء الذي يبلغ 50 مليون قناع. وأخيرا مشاهدينا الكرام، الكثير من المشاهدين تسولوني في الانستغرام علاش الاقتصاد المغربي في جميع الأزمات اللي عاشها والتي يعيشها كالطبيعية والدبلوماسية، فالاقتصاد ديالو تبقى مستقر. فهذا الموضوع هو اللي غادي نتكلموا عليه في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فما تنساوش ديروا لايك واشتراك للقناة من أجل تقديم ما هو أفضل لكم إن شاء الله. والسلام عليكم.